وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد صلاح الجودر، عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. مساء الخير سيد صلاح، وبداية كيف استطاعت مملكة البحرين أن تنجح في أن تصبح نموذجا في التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع، وما هي العوامل التي ساعدت في تحقيق ذلك؟ مساء الخير أختي العزيزة. أنا أعتقد من يعني ينظر إلى البحرين سواء في عمق التاريخي أو الحضاري نجد أن هي تسير في هذا المسار، مسار التسامح والتعايش السلمي، وهي رؤية ثاقبة وفلسفة راقية لجلالة الملك نعزز هذه الصورة، وهي صورة حقيقية موجودة لربما من مئات السنين، ولكن جلالة الملك وضع لها الأسس الصحيحة من أجل أن يشاهد العالم هذا النموذج الراقي في المنطقة العربية اللي مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة تعرضت إلى موجات من العنف. نجد أن البحرين شعبها الواعي، شعبها المثقف، شعبها المتحضر بكل فئاته، طبعا المجتمع البحريني متنوع، استطاع هذا المجتمع أن ينقل هذه الصورة من خلال هذا الوعي المجتمعي الراقي في التعامل سواء بين المسلمين، المسيحيين، اليهود، الهندوس، البوذا، البهائيين وغيرهم من هاي الفئات المجتمعية، وهم المجتمع البحريني. هذه الفئات كلها استطاع أن ينقل هذه الصورة اليوم في التعاطي الإيجابي مع دول العالم، وأصبح البحرين اليوم يشار لها بالبنان أنها كسرت كل حواجز التباعد مع الجنس البشري. أصبحت البحرين هي الجاذبة لكل هذه الفئات المجتمعية، وأصبح المجتمع البحريني في خصوصية يتحدث بنفس اللغة، بنفس اللغة اللي تكلم فيها جلالة الملك في اجتماعاته مع الفعاليات المجتمعية مع المجتمع البحريني. نجد أن حتى المواطن العادي اليوم يتكلم بهذا الوعي، بهذا الرقي، بهذا الاستيعاب المجتمعي أنه هو يتعايش مع كل الفئات. وأعتقد في قرار أن هناك بعد عوامل أخرى لربما منها العقيدة القوية اللي قائم عليها المجتمع البحريني. لذلك وحنشوف احنا المدارس الأجنبية تفتح في البحرين لأن المجتمع البحريني يتقبل مع التمسك بالعقيدة والثقافة والوعي المجتمعي. نجد أن البحريني يتواصل مع كل، نجد الصينيين موجودين عندنا، اليابانيين موجودين، نجد من أمريكا اللاتينية نجدهم يتعاطون مع المجتمع البحريني. كل هذه المقومات وجدت في المجتمع البحريني، وإحنا حين مع هذه الاحتفالات الوطنية اللي نهنئ القيادة والشعب البحريني، هذه الصورة اللي هي الماثلة عززها جلالة الملك. نعم. مع إنشاء لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي صورة موجودة، لكن كانت تحتاج إلى من يضع لها الأسس، وجلالة الملك هو من يقود هذه السفينة. نعم. السيد صلاح الجودر، عضو مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، شكرا جزيلا لك.